التقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها وقالت لأختي قصي
بصرت به عين.